بعث حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إميرسون مانانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازي وصادق مواساته بوفاة شقيقته جراء إصابتها بفيروس كورونا، راجيا سموه لفخامته جميل الصبر. كما أعرب فيها سموه رعاه الله أيضا عن تعازيه لفخامته ولشعب زيمبابوي الصديق بوفاة سعادة وزير الخارجية سيبو سيسو موريو وسعادة وزير النقل جويل ماتيزا جراء إصابتهما بفيروس كورونا. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إميرسون مانانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقته وبوفاة وزيري الخارجية والنقل جراء إصابتهم بفيروس كورونا. وبعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.